السلام عليكم ورحمة الله. من وقت للتاني بيطلع حد يتكلم بغير وجه حق ولا بسند شرعي. الدكتورة هبة قطب من كام يوم قالت مفيش سند شرعي على وجوب خدمة الزوجة لزوجها وردين على ده. دلوقتي الناشطة أو الحقوقية أو المحامية اللي برضو طلعت بتقول مفيش حاجة تلزم الأم إن هي ترضع ابنها أو ترضع بنتها. هنرد على ده بالعرف، وهنرد على ده بالأمومة، وهنرد على ده بالفطرة، وهنرد على ده بالحقوق الشرعية، وهنرد على ده بأنه ماذا لو امتنعت الأم عن رضاع ابنها أو عن رضاع ابنتها أو رضاع طفلها أو طفلتها. الأول عايز أقول للأستاذة نهاد، أنت من أين لك أنه لا يوجد نص ولا شيء يلزم الأم بأن ترضع طفلها أو أن ترضع رضيعها؟ جبت الكلام ده منين؟ يا جماعة دايما بنقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. هو فعلا تكلمت في غير فنها، وبعدين لما بتستدل بأدلة من القرآن بتستدل بأدلة في غير محلها. يعني سبحان الله، يعني انت بتقولي فإن أرضعنا لكم فآتهن أجورهن، بتتكلم عن الآية جت في سورة الطلاق، يعني بتتكلم عن في حال المرأة المطلقة. وحنقول دلوقتي وسياق الآية بيقول إيه. لكن أنا عايز أقول للأستاذة نهاد، هو انت مامتك ما رضعتكيش أو انت ما رضعتيش أولادك؟ أنا عايز أعرف بس، يعني انت أين أمومتك؟ أين الحنان الفطري عندك كأم؟ يعني انت عندك اولاد؟ لو عندك اولاد يعني رضعتيهم ولا ما رضعتهمش؟ وانت لو حتى ما عندكش او شفت ام وشايفه ابنها او طفلها عمال بيبكي وعمال بيعيط علشان هو محتاج الرضاع، فانت هتقولي للام دي تحن عليه ورضعي ابنك بدل ما هو بيعيط؟ هكذا هو هذه الفطره، وهذا هو الحنان، وهذه الامومه الطبيعيه الفطريه عند اي ام. هي اصلا بيبقى عندها حنان والولد في بطنها منتظر ان هو تاخده في حضنه وترضعه وياخذ ثديها. ده شيء طبيعي، وده دي فطره في الكائنات كلها، فطره عند الحيوان، فطره عند الطائر. ماشي. الله سبحانه وتعالى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ان هو ياخذ ثدي امه، سواء كان حيوان وسواء كان طائر، فما بالك بقى بالانسان. يبقى ده امر فطري ما حدش يختلف عليه، وامر في الامومه يعني جبلت عليه كل أم، ما حدش يختلف على ده. واللي ما عندهاش ده أو بتحاول إن هي يعني تتنصل من هذا فالخلل عندها. طيب، هو بالنسبة للناحية الشرعية هو حق من حقوق الطفل، من حق الطفل على أمه حضانة ورضاعة، ومن حقه على أبويه نفقة، ومن حقه تربية وتعليم، كل ده من حقوق الطفل. يعني ألف باء حق طفل شرعي، ألف باء حق طفل. لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة وآدي الدليل اهو، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقى من حق الولد على أبيه وعلى أمه إن هم يرضعوا سنتين، السنة 365 يوم في 2 يعني 730 يوم، لو حنفترض إن كل يوم رضعة، وده صعب، ممكن كل يوم مش أقل من 10 رضعات، لو كل يوم رضعة يبقى انت محتاج 730 رضعة. لو انت ما اديتيش ابنك ورضعتيه يبقى انت قصرت معاه 730 مرة، هو لسه في سنتين، فحقه عليك انك ترضعي سنتين حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولد، وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال ربنا فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، فحصل انفصال وعايزين تجيبوا حد يرضع بعد الانفصال، فلا جناح عليكم إذا سلمت. هنا بقى نربطها بالآية بتاعت الطلاق، فإن أرضعن لكم إيه فآتوهن أجورهن. إن المطلقة إن امتنعت عن رضاع رضيعها أو طفلها فللمطلق، للرجل الذي طلق، أن يستأجر أو أن يسترضع لهذا الرضيع. الشاهد أنه ده واجب، ده حتى الشرع بيقول لو أن الأم صائمة وخافت على نفسها أو خافت على لها أن تفطر، يعني هي لو صامت وما فيش لبن أو صامت وهيأثر ده على طفلها، لا تروح تاكل وتفطر علشان ترضع إيه؟ ترضع ابنها. وخلي بالك بقى، لو أنك جمعت اللبن الأبقر والجاموس والمعز وكل الأنواع الألبان غير لبن الأم علشان تدي، لن يكفي رضعة واحدة من ثدي أمه، سبحان الله. فده أمر شرعي، وإذا امتنعت الأم بدون عذر وبدون سبب فهي آثمة شرعا، لأنه واجب عليها، وده حق
ابنها عليها. يا جماعة ده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة الغامدية التي زنت وجاءت ليقام عليها الحد، فاذهبي حتى تضعي، وضعت الولد، اذهبي حتى تفطمين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى لحتى لا يبقى وليدها أو صغيرها ليس له من يرضعه، يعني روحي انت رضعيه، اديله السنتين بتوع الحق الشرعي، الحق الشرعي بتاعه، وتعالي. على الرغم انها كان يقام عليها الحد، روحي يولدي الأول، وبعد كده بعد ما ولد روحي رضعيه السنتين. ولذلك ده يعني ألف باء حقوق شرعية للطفل يا جماعة، ما لا يليق بأن الأم تأثر في ده. فيا أستاذة نهاد، رجاء تكلمي في النشاط الحقوقي بتاعه، تكلمي في حقوق المرأة، تكلمي في المحاماة في القضاء، لكن حاجة فيها نص شرعي من القرآن أو من السنة، رجاء يعني خلوا دعوا هذا لأهله ولمجاله، حتى لا نهرف بما لا نعرف. زي ما حضرتك قلت إن ما لا طبعا الأم ملزمة إن هي ترضع ابنها أو ترضع رضعها، وده واجب عليها وده من حق ابنها عليها. وإذا امتنعت المرأة بدون عذر أو بسبب لذلك فإنها آثمة. أشوفكم على خير.